السلام عليكم الاخوان الاخوات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذه الدوره الجديده اللي كتقدم خصيصا من عند المعهد الدولي غاد اكاديمي. معكم اخوكم اسامه وخصاص، ديزاينر وفيلم ميكر وايضا مسوق. ان شاء الله غنرافقكم في هذه الدوره ديال تعلم المونتاج باستخدام برنامج ادوبي بريمير برو من ا حتى الزد ان شاء الله. علاش بالضبط اخترنا برنامج ادوبي بريمير برو نعملوا عليه هذه الدوره؟ بكل بساطه الاخوان والاخوات كذلك، لانهم البرامج الاكثر احترافيه ولا البرامج الاحترافيه في المونتاج، يعني كيتستخدم في مونتاج المشاريع الكبرى بحال المسلسلات بحال الافلام، يعني الافلام الامريكيه، العديد من المشاريع الضخمه نقدر نقول كتستخدم ولا كيتم التعديل ديالها باستخدام برنامج ادوبي بريمير برو. وكذلك يعني الفيديو كليبات يعني اللي كنشوفهم في يوتيوب اغلبيه ديالهم تم تعديلهم باستخدام هذا البرنامج. صحيح انه كاين يعني كاين فاينل كات برو، كاين سوني فيغاس، كاين فيلمورا، كاين بزاف ديال البرامج الاخرى، ولكن كيبقى ادوبي بريمير برو من البرامج الاكثر احترافيه في تعلم او في المونتاج. وكذلك يعني الحاجه الاخيره اللي خلتنا اننا نختاروا هذا البرنامج على يعني بالذات، هو انه كاين برامج ادوبي اخرى اللي كتسهل ولا عندهم واحد الليونه ما بين تطبيقات ادوبي، يعني كاين ادوبي فوتوشوب، كاين ادوبي اليستريتور، كاين موشن جرافيك، يعني كاين بزاف ديال البرامج ديال ادوبي كيسهلوا الانتقالات بين البرامج. يعني تقدر تهز مشروع من هنا تحطه هنا، يعني تقدر تخدم ما بين الموشن جرافيك والمونتاج يعني ديال ادوبي بكل بساطه وليونه وسلاسه. يعني ما تحتاجش انك تعمل فيديو، يعني تعمل الاكسبورت وتستنى الفيديو يتسالع عاوتاني يعني تعاود تعمل له الامبورت، يعني ما تحتاجش هادشي كامل. هادشي يعني كيوقع في واحد لمحه بصر، يعني علاش؟ حيت كاين هذيك السهوله ديال الانتقال ما بين برامج ادوبي في المشاريع. يعني كاين مشروع على حاجه انك تخدم باكثر من برنامج واحد، تقدر تخدم فوتوشوب، تخدم اليستريتور، تخدم بالموشن، تخدم بزاف ديال البرامج الاخرى وتجمع لك شي كامل مثلا فوتوشوب ولا شي حاجه اخرى بحال هكذا. يعني كيجيك شي كامل سهل وبسيط وسريع وسلس في الاستخدام. المهم الاخوان، ان شاء الله في هذه الدوره غادي نتعلموا يعني غنشرحوا الواجهه ديال البرنامج وغنشرحوا يعني طريقه اضافه الفيديوهات، يعني من ابسط الطرق الى الطرق الاحترافيه ان شاء الله، يعني اضافه الفيديوهات وانواع الصيغ في الفيديو ودراسه حول جوده الفيديوهات. ايضا ان شاء الله سوف نتحدث عن تقطيع الفيديوهات والانتقالات يعني الصوتيه والبصريه، يعني وايضا ان شاء الله غادي نشوفوا تعديل الصوت، حيت كاين برنامج اخر ديال تعديل الصوت منسوب ايضا لادوبي، ولكن حنا غنشوفوا تعديل الصوت في ادوبي بريمير برو، يعني برنامج ديال المونتاج ديال الفيديوهات غنشوفوا كيفاش نمونطيو فيه حتى الصوت ان شاء الله. وايضا تعديل الوان الفيديو او ما يعرف بالكولور كوريكشن، يعني الناس اللي كيخدموا في الاستوديوات ولا الناس اللي كيصوروا بكاميرات يعني بروفيسيونيل بزاف يعرفوا هاد كولور كوريكشن، حيت الفيديوهات اللي كيتصوروا الافلام اللي كتشوفوهم في السينما راه كيكونوا مصورين واللون ديالهم كيكون باهت بزاف، فكيدخلوا البرنامج ديال التعديل وكيتم تصحيح الالوان فيه، وبالتالي كيحصلوا على جوده كما كنشوفوها في برامج الافلام وكجوده كتكون مبهره ان شاء الله. وان شاء الله الاخوان كذلك غادي نشوفوا كيفاش نخدموا بالتومبليت او القوالب ونعدوا عليها، كيفاش نخدموا الانترو، وغادي نشوفوا يعني نخدموا مشاريع حقيقيه لاعلانات، نقدر نخدموا اعلانات، نخدموا فيديوهات، نخدموا دي فلوق، غنمونطيو بزاف ديال المشاريع اللي غتكون حقيقيه وضخمه وغتكون عامره يعني بليزيفي ان شاء الله. وغادي نشوفوا كيفاش داكشي كامل كنقدروا نضيفوه، كيفاش نقدروا نصحوا الاخطاء في الفيديوهات، كيفاش التحريك، كيفاش يعني التحريك بليونه ولا بسلاسه، داكشي كامل ان شاء الله غادي نقراوه في هذا الدوره وغادي نتعلموه طرق يعني من الطرق البدائيه ان شاء الله الى الطرق الاحترافيه، يعني ستيب باي ستيب ان شاء الله، وغادي نوصل لواحد النتيجه مبهره. وان شاء الله ما غادي نساليو هذه الدوره حتى غنكونوا وصلنا لواحد المبتغى اللي غيسمح لنا اننا نتجهوا مباشره سوق العمل ولا نخدموا شي مشاريع الكبارين ان شاء الله. بطبيعه الحال بالتعلم والتركيز والبراكتيس يعني ان شاء الله غادي نوصلوا للمبتغى ان شاء الله الاخوان. هذا كل ما في الامر ان شاء الله، نتلاقوا ان شاء الله في الفيديو القادم، والى اللقاء وفي امان الله.